أسعد الله أوقاتكم. كل شخصية تتأسس على ما اقترفت يداها، سواء من أعمال الخير أو من أعمال الشر. القيد بوشحيب البغدادي صنع لنفسه شخصية تكاد تكون أسطورية، فهو على غرار بسمارك حكم المنطقة بالحديد والنار، فهو القاسي والطيب والخبيث كما في الفيلم الأمريكي. القائد الذي طرد السارقين، والقائد الذي بنى الكنيسة والطرقات وقصره المزخرف على أكتاف أهالي هوارة فيما يسمى بأعمال الصخرة والكرفي، وجعل جزءا كبيرا من ساكنة هوارة في خوف مستمر. أما فتياتها فتحولن إلى منغمسات في لذة محمومة رخيصة في ما يسمى بالزاوية، في حين نظر إليه البعض أو ما اعتبرته عائلته على أن القيد كان ذكيا ووطنيا وساعد في ازدهار المنطقة. نجد أنفسنا بين روايتين، رواية الشر التي تصطدم برواية الخير، وتختلف الروايات من أهالي المنطقة حيث يصرون على أنه كان رجلا مشبعا بالروح الاستعمارية وغطرستها، حيث يمشي على منوال القواد الكبار والبشوات في صناعة الخوف والبطش والملذات التي لا تنتهي حتى جاء زمن الحركة الوطنية وأبطالها، في حين تصر عائلته على أنه كان شريفا عفيفا ووطنيا كبيرا. من يكون هذا القائد الذي اختلفت حوله الروايات؟ وكيف يعني تحول إلى رجل ينفذ أعمال البطش والعنف والغطرسة بمنطقة هوارة؟ وكيف حول المنطقة إلى نفوذ تحت يديه من ضيعات فلاحية وأملاك لا تنتهي ولذات محمومة؟ وكيف هرب في فجر الاستقلال؟ وكيف أصبح مدمنا على فعل القمار بمدينة نيس الفرنسية؟ أسئلة نطرحها لوضع المشاهد في قلب شخصية مركبة وشخصية عسكرية في بعدها النفسي، وجد فيها المستعمر أداة لترسيخ ثقافة الخوف ولمزيد من الهيمنة ومزيد من السطوة والجبروت في سيرة ضابط من أزمور أصبح قائدا على منطقة هوارة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا لمعرفة تفاصيل الحكاية من بدايتها حتى نهايتها. تقول ابنة القيد بوشعيب البغدادي مدافعة عن أبيها، فكما يقال كل فتاة بأبيها معجبة. تقول: مسقط رأس أبي هو سيدي علي نواحي أزمور، تمت تسميته ببوشعيب تيمنا بالولي الصالح مولي بوشعيب، وهجر رفقة والده إلى أزمور ليتلقى العلم، فجده هو القرشي بن محمد بن إبراهيم لا يزال داخل أسوار مدينة أزمور، وله أراضي فلاحية بالقرب من مستشفى بالعياشي مساحتها 25 هكتار. كان من أصول دكالية من عائلة معروفة بالجود والكرم والشجاعة. تضيف كان ضابطا كبيرا ومشهورا في القوات الفرنسية كالعديد من الضباط المغاربة الذين عملوا تحت إمرة الجيش الفرنسي، وكان من طلبة أكاديمية مكناس. عين سنة 1921 قائدا بولاد إبراهيم
بظهير شريف رقم 3349 بتاريخ 2 شتنبر 1921، وقد عانت فيه البلاد من اضطرابات على المستوى الاجتماعي والسياسي، وبفضله استثبت الأمن في منطقة هوارة. انتهى كلام ابنة القيد البغدادي. الرواية الثانية الأكثر شهرة أنه كان على باشا على مدينة الدار البيضاء، ساهم في توطيد النفوذ الاستعماري بالمدينة إبان فترة الحماية، لكن أنباء عن قطاع الطرق يسمون زواغ في منطقة هوارة قاموا بالسرقات وبالعنف والتعدي على الساكنة بين أكادير وترودانت، جعلت سلطات الحماية ترسل هذا الرجل القوي والقاسي الطباع لإنهاء سطوة المتمردين. حينما جاء القيد بوشعيب استقر أولا في منطقة أولاد إبراهيم، ثم حيث بنى رياذه وحكم فيه لبعض الوقت قبل أن ينتقل إلى مركز المدينة، وبالضبط إلى المنطقة المسمى 44 نسبة للنقطة الكيلومترية التي تفصل عن أكادير وترودانت. استعان ببعض المخزنية واستطاع القضاء على عصابة زواج وسرقاتهم، وأصبح الرجل محط إعجاب لدى الساكنة وكذلك محط تخوف لديهم من الطريق العنيف والبطش الشديد الذي عمل به أفراد العصابة. فلم تكن هذه سوى الملامح الأولية للقائد بوشعيب البغدادي، وهو مشبع بالروح العسكرية وغطرسة المستعمر. ابقوا معنا لمعرفة الكثير من التفاصيل عن هذه الشخصية في أبعادها النفسية والاجتماعية والسياسية. بعدما قضى الرجل على تمردات العصابة، اشتغل القيد بوشعيب البغدادي على كل استغل القيد بوشعيب البغدادي على كل ما يقع في يده من أعمال الصخرة أو ما يسمى بالكرفي دون مقابل. فقام ببناء كنيسة وبمد الطرقات وببناء السوق، وأجبر كل قبيلة على تقديم مجموعة من الرجال في أعمال الكرفي والصخرة كل شهر دون مقابل. وأجبر ذات يوم أحد الأشخاص أو مجموعة من الأشخاص على التقيؤ أو التجيش لمعرفة من أكل البطيخ من مزرعته. تكثر هنا الكثير من الأحاديث والقصص في هذا الصدد. على المستوى الشخصي كان الرجل زير نساء، فهو يمتلك كل المقومات، قصر فخم كما لرفيقه تهامي القلاوي الذي امتلك 5 زوجات ومئة جارية وخادمة. كان القيد البغدادي على نفس المنوال محاطا بالنساء من كل جانب، فكان لا يتوانى من جلب أي فتاة أمازيغية تعجبه، وكانت يعني له 4 أو 5 زيجات وعدد كبير من الفتيات اشتغلن تحت ذريعة أنهن إما جاريات أو خادمات، وكانت له يعني أزيد من 50 جارية، وكان يتم إرجاعهن إلى قراهم بعدما يستمتع بهن. القيد بوشعيب يعني عامل على يعني بعد طرد أو بعد التخلي عن العديد من الفتيات وعلى منوال الاستعمار الذي يشجع على إقامة برديلات للدعارة، كانت له اليد الطويلة في أن تصبح الكثير من هذه الفتيات يعني داخل مقرات الدعارة أو ما يسمى أو ما تم إنشاؤه بالزاوية، وهو مكان مخصص للدعارة الرخيصة تمتلك فيه الباترونة مجموعة من الفتيات. وقد ساهم سواء القيد
أو الاستعمار في التشجيع على هذه الظاهرة في أكثر من مدينة وقرية بالمغرب، كما حال تهامي القلاوي وخادمه الدار كما قلت في حلقة سابقة. في جانب المحاكمات، وإن كانت يعني بين المغاربة كان يقيم العدل ويسأل الكثير من الأسئلة بذكاء وبروية، أما إذا كانت محاكمة بين مغربي وفرنسي فالقضية منتهية منذ بدايتها، فيحكم لصالح الفرنسيين كيفما كانت التهمة. وبعد تأسيس بداية الحركة الوطنية وتقوت شوكتها في بداية الخمسينات، أصبح الرجل خائفا على نفسه ومحاطا بجيش من المخازنية والمخبرين والشيوخ والمقدمين خوفا من قتله، وكان لا يخرج إلا بعد الإطمئنان على ذلك. وبعد عودة السلطان محمد الخامس وبالضبط سنة ألف، يعني بعد عودة السلطان وكذلك يعني بداية مغرب الاستقلال بعد 56 وبالضبط سنة 1958، صدر ظهير طرد الخونة ومحاربتهم ومعاقبتهم، وعلى رأسهم من طبيعة الحال كانوا هما 176 باشا وقائد، كان على رأسهم التهامي القلاوي، ثم بعد ذلك القائد بوشعيب البغدادي الذي هرب ذات يوم رفقة زوجة واحدة وابنيها وخادمة محملا بالذهب والأموال إلى مدينة نيس الفرنسية، غير نادم على ما خلفه أو غير عابئ بما تركه وخلفه من عبث في المنطقة. في مدينة نيس ظل الرجل وحيدا، فكر يعني أنه أقام محلا لبيع الورد، غير أنه لم يلقى له بالا لأن الرجل كان صاحب سلطة ونفوذ، فكيف يصبح بائع ورد بين ليلة وضحاها؟ ولوفرة أماكن القمار أصبح الرجل مدمنا على القمار، وكان حينما يخسر الكثير من الأموال يسد باب غرفته لأيام ولا يعود إلا لنفس العمل، يعني عملية القمار. مات الرجل في صمت مطبق في مدينة ليس، فقط قبر شاهد على أنه مر من هناك. أما ابنته فتقول أنه اختار اللجوء السياسي بفرنسا جراء الأحوال الأليمة والسياسية في بداية مغرب الاستقلال، وتصر بشكل كبير أنه لم يكن زير نساء ولم يكن مقامرا ولم يلعب القمار، بل هي صورة رسمها من أراد تشويه صورة أبيها وتاريخه النضالي والعسكري. روايتين، أهل المنطقة يقولون شيء وابنته وأولاده يقولون شيئا آخر، على اعتبار أن العديد من أفراد أسرته لا يزالون يتوفرون على الكثير من الأملاك بالمنطقة. نأتي على نهاية حلقتنا، كل المنى، شكرا لاقتراحاتكم وتفاعلكم، وكذلك شكرا لدعمكم المستمر للقناة. إلى لقاءات متجددة بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.